مشيش بناكم باش المهم قدرت واحد من افراد العائله هو تالف. المهم ها البوزيشن ديالنا حنايا وها البوزيشن ديالو هو. المهم غادي كنقلبوا عليه، الناس خارجين كيتساروا، انا بدينا كنتلفو. عرفناش البوزيشن بالضبط، ولكن غنتبعو غير هاكا لا كارت شنو غتعطيني. انا باقي كنقلبو في الطريق، ملي ما كتعرفوش تخرجوا تساروا واش داكم. ماشي مشكل كتوقع. الحاجة اللي لاحظنا ان ما كاينينش طاكسيات بزاف، تي طاكسي قلالين، واش على حساب المساحة ديال المدينة ولا هذا كيكون العدد محدود على حساب العدد الديموغرافي للمدينة، عدد السكان كذلك المساحة، في عوامل كتحدد عدد السيارات الأجرة اللي ممكن تكون بالمدينة مقارنة بالمدينة ديالنا اللي هي قنيطرة. يعني فين ما مشيتي طاكسي داير بيك، هنايا لا، يعني ربما تا هي بغات الطاكسي ولكن ما لقاش. ميم قبيله تبغينا نخرجوا ما لقيناش الطاكسي، نفس الفكره. اللوكاليزاسيون ما خرجتناش، دزنا لابليكاسيون ويز، درنا فارماسي قريبه ليها تما، شي فارماسي سميتها ميرامار، غنتبعوها. كتخرج كتشوف ما شاء الله كلشي مازال خارج، الصيف مازال مطول ما شاء الله، كنقول خلا خلا ديال 8 على يد المرأة 29 تتقول صافي راه سالا الصيف، باقي كلشي مصيف، باقي بلاد مسافر. البلاصه اللي بغينا لي فارماسي ميرامار، ميرامار كيما مكتوب. المهم كنسينوها تبان لينا، كنقلبوا من هنا من هي لا وعسى تبان، حيت كانت بعيده عليها شويه واتفقنا نتلاقاو تما. المهم ما ديوش على صوتي، البرد داير فينا حاله، الحمد لله على كل حال. صافي ننتظر الان نلقاو المختفيه. في الاخير بدات كتعصر، قالت لك لا انا واخا سميت ما بتا هي عندها لابليكاسيون، واخا سميت لابليكاسيون شفت، قالت لقيت ان المسافه باش غادي نوصل للدار بعيده بزاف وما لقيتش طاكسي. زيد اختي يا كيما داو منك لا يد لا رجل. اختي 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 ما داو منك والو. اختي عرفتكم على كريم من هاد الشارع. أمي نتي هاد تختي شحال مشيت؟ أش هاد الحال؟ أنت شحال مشيت؟ أش هاد الحال؟ كنقول لك هاد المرة رست ليكم الساروت، المرة الجاية ما تعرف واش وقع. قلت لها ماما تشد بنزة وتلقات كي درتي هربتي ليها؟ قلت لها أنا جيت هيا. عرفتي فاش درنا لابليكاسيون قالت لنا بعد 52 دقيقة بدينا الندبة. وي تا اختي مشيتي بدلتي المدينة ولا؟ يا اختي كانت مشيت لقات راسي هنا كيفاش الله أعلم، لدرجة جمي ضرني بالمشي. كنقول واش كنقرب ولا كنبعد هاد الزمان؟ أنت شنو ما كضرك بالمشي ومسكين يدي ضروا بالسوق عاد. قالت لك هنايا لا عييت راه نخرج راسي نتسال، انا كنعرف بحال شد طاكسي.
كنا لقينا الطاكسي للدوار شديناه قبيلات. المهم لقيناها كان اختفاء ارادي وليس مفتعل، بمعنى ما مختطفه لا حتى شي حاجه. كانت السيده قالت لك خرجت السيره تعرف على المدينه، قد التليفون كيف مع قبيله.